آخر يوم أمس لما طلبت الحكومة في وزارة الداخلية من لديه يعني بلاغ على شبهة تزوير أو ازدواجية جنسية أنه ممكن يبلغ الجهات المختصة. أنت رديت في تغريدة وقلت يبدو أن السلطة تستغل غياب مجلس الأمة لتقوم بهذه المهازل التي ستؤدي في النهاية إلى هدم فكرة الوطن ومعنى المواطنة. البعض يقول لك هذه جريمة موجودة وواجب على المواطن أن يبلغ عن جريمة، ليش الاعتراض؟ تمام، جريمة، أي جريمة مثلا أنا ببلغ عنك في نزاهة أو في هذا على أنك قمت بعملية تزوير، شو الإجراء الطبيعي؟ اتصلت على الداخلية وبلغت عنك. أنت الآن أنا لو ادعيت عليك كذبا بأي شيء شو راح تسوي؟ راح تعود علي بالمحاسبة القانونية، بس أنت أول شيء لازم تثبت براءتك، صح ولا لا؟ فأنت بتروح للقضاء عشان تحاسبني. هذه الملفات اللي هم قاعدين يفتحونها الآن، اللي يقولون روح قدم بلاغ دق اتصل على موضوع الجنسية، هل تستطيع أن تعود علي بالقضاء؟ ما تستطيع، لأن هذه القضايا ما تروح الملف. من الجهة، من القاضي مالها؟ هو نفسه الضابط الموجود اللي يستلم المكالمات، هو نفس القاضي. هني مشكلة أساسية في هالمواضيع. واحد يقول لك هذه نفس الإبلاغ عن القضايا الثانية، لا لا، القضايا الثانية مو صحيح. احنا قاعدين نقول الحكومة السابقة سوت في موضوع الانتخابات، شنو سوت؟ حطوا رقم اللي يحس بعمليات شراء وبيع للذمم في الانتخابات، هذا توقيت انتخابات، انت معلن الآن مواضيع الجنسية في وقت الانتخابات، انت المفروض في موضع الانتخابات تعلن عن الرقم اللي يتصل ويبلغ عن عمليات الشراء، لكن الى الان ترى ما اعلنوا قضية الشراء، ما اعلنوا الى الان، ساكتين ولا حطوا رقم. وهذا السؤال لوزير الداخلية، هل عندك رقم للناس اللي يدرون في عملية شراء وبيع للاصوات؟ لا ما عنده، ما نزل رقم ولا دع الناس للتبليغ عن الموضوع هذا. وهذه الاسئلة علامات استفهام، لكنه فتح الموضوع هذا. تمام، انا لو بلغت عنك على عملية شراء وانت وين بتروح؟ بتروح القضاء وترجع علي. لو تبلغ عنك، انا لو ابلغ عنك في اداره اتهمك في جنسيتك ومواطنتك، شنو افتح؟ تقدر تروح القضاء؟ ما تقدر تروح القضاء. منو المسؤول عن هذه القضيه؟ هي قضيه اللجنه هذه او الاشخاص هؤلاء. وين خطوره مثل هالمواضيع؟ احنا طبعا فتح هذا الموضوع في وقت الانتخابات هي رساله، يعني ما في برلمان ولا في قضاء، يعني انت كمواطن ايش بتسوي؟ يا بتروح القضاء يا بتروح البرلمان اذا انظلمت. إذا ما في برلمان ولا في قضاء شنو معناها؟ طيب السؤال الأهم والأخطر، وأتمنى هذه النقطة نفكر فيها بجدية، هي الخطابات العنصرية التي تؤججها في وقت الانتخابات لضرب الهوية الوطنية وتقسيم المجتمع في العالم كله. شو يصير في العالم كله؟ يعني دول العالم، إحنا عندنا نماذج العالم، يعني فيه تجربة عالمية، تجربة إنسانية طويلة جدا، يجب أن يتعلم منها الراشدون في أي مجتمع والعاقلون. الدولة كيان عاقل، لماذا تقدس الدولة وينظر لها بتقديس كامل؟ لسبب بسيط، لأنها كائن عاقل. الدولة يجب أن تكون كائنا عاقلا يحافظ على مكتسبات الدولة. مسألة الوحدة الوطنية، كل دول العالم تدفع ملايين ومناهج ومدارس عشان تصهر الناس في وحدة وطنية. هذه البلد في نهضتها ولا فترة قريبة كانت مضرب مثل في الوحدة الوطنية، كانوا أهل الخليج كلهم يتطنزون على أي درجة كنا الكويتيين نتغنى بوطننا وحبنا للوطن وأعلامنا. أنت ما لاحظت أن من يوم بدوا أبواق العنصرية تزداد، أن حتى أعلام الكويت والمواطنة والشعار والحماس لكل الفعاليات الوطنية دمروه؟ ودمرتوه عشان شنو؟ يعني إحنا عندنا نماذج الدول، يعني تجربة الإنسانية، معلش هذه نقطة مهمة، تجربة الإنسانية. عندنا دول في العالم مكونة من أقليات وعرقيات مختلفة، وكان السؤال الهوية الوطنية هو السؤال المهم عندهم، واستطاعوا ينجحون فيه وحلوا مشاكله وقدموا فيه قراءات للوحدة الوطنية. زي وين مشكلتنا احنا انت؟ احنا مشكلتنا سوينا العكس. يعني اللي انجزناه من الخمسينات الى ما بعد الغزو، طلعنا من الغزو كلنا، كل اطياف المجتمع عندهم شهداء وعندهم، طلعنا عشان حالات استجواب لفلان وفلان، قمنا نقسم المجتمع، وهذا التقسيم وين ارتد علينا؟ احنا ذكر عندنا ثلاث دول مجاورة، كل دولة تتجاوز 30 مليون، وكل مواطنينا ينتمون للثلاث دول هذه، ناس من العراق، ناس من ايران، ناس من السعوديه. انت الان قاعد تقسم بلد عدده مليون وشيء، تقسمه نصه مشكك فيه. طيب ابي اختم بنقطه مهمه جدا، وين خطر هالسالفه؟ ترى ايضا ما يعتاز القراءه تاريخيه ولا الان شنو اكبر حرب صايره في العالم الان؟ الحرب الاوكرانيه. على شنو؟ من المبدعين اللي قادوا الحرب الأوكرانية؟ مجموعة من الشخصيات اللي أعلنت في حكومة معينة إن إحنا والله المناطق الروسية هذول مو أوكرانيين، هذول أصولهم روسية، وفعلا أصولهم روسية. بس أنت سويت لما سويت هالشكل، قسمت المجتمع الأوكراني إلى فئتين، وهذه الفئتين دخلت في حرب خطيرة جدا. أنت خطر في العالم الآن، يعقل دولة بعقل معين تقف لتقسم المجتمع؟ والسؤال الثاني
لما تقسمون المجتمع هذه التجارب اللي عندنا، العراق عندنا تقسم سنة وشيعة وأكراد وتقسيمات، وإلى الآن يعاني منها العراق، وحرب أهلية أنتم تعرفونها. سوريا شنو صار فيها في التقسيمات هذه؟ لبنان أساس التقسيمات شنو صار؟ أنتم الآن لما قسمتوا بلدنا اللي كان يفخر بالوحدة الوطنية، منو المستفيد؟ أنا بفهم منو المستفيد من تقسيم هذا البلد، ومنو اللي مستعد لإذكاء روح الحرب الأهلية؟